صباح الخير إلى هذه الحلقة الجديدة من حوار اليوم، وضيفي فيها الدكتور وسيم بزي الكاتب السياسي. صباح الخير. صباح النور أستاذ جورج لحضرتك ولمشاهديك. شكرا. مسجدات كثيرة، نبدأ من ما جرى في الأمس. الأمس الإيراني بدأ وكأنه يلعب على الوتر الإسرائيلي بضغط نفسي واضح، سواء بتغريدة المستشار في الخارجية الإيرانية دكتور محمد ميراندي، أو أيضا بما نقل عن المرشد سيد خميني. أكيد أستاذ جورج، الآن نحن بمرحلة استنزاف. الإيرانيين رغم الألم الذين يشعرون به نتيجة ما جرى بمناسبة احتفال تنصيب الرئيس، يعني الرئيس بيزشكيان ما كان بعده ماضي 10 ساعات على تنصيبه، لقى حاله قدام مسؤولية وأولويات غير متوقعة، إلى علاقة بأن يستهدف شخص بأهمية ووزن إسماعيل هنيه في قلب طهران، وهو بضيافة الإيرانيين وبنوع من الضربات الذي لا يمكن للعدو أن يقوم به إلا بتغطية استراتيجية ولوجستية أمريكية. وبالتالي المحددات الأربعة اللي رسمها سماحة السيد حسن نصر الله بالنسبة للإيرانيين: ضرب السيادة واحد، اثنين ضرب الهيبة، ثلاثة الضيف ومعنى الضيف بالنسبة للشرقيين وبالنسبة لكل من يعتبر الطعن أن يقتل ضيفك بحرمك وبكيانك. هيدا الأمر بهيدا الشكل الإيراني، وطبعا الرابعة هي المس بالأمن القومي الإيراني، هو الأربع محددات. هودي بفسروا لك أستاذ جورج السقف اللي من خلاله عم تتحرك إيران. الأكيد ما بعد لحظة الاغتيال، طبعا الرئيس الأركان باقري كان واضح جدا، رئيس أركان الجيش، حينما حذر كل دولة تساعد أو يثبت أنها تساعد في منع الضرب الإيراني من الوصول إلى أهدافها، وهذا أمر وتطور جديد. شو يعني؟ يعني عم بيهدد الدول يلي بالسابق عندما ردت أحسنت. إيران أحسنت. بالتحديد دول جوار للبنان مثل الأردن وغيرها من هلأ الدول. وزير الخارجية الأردني كان له موقف جيد جدا أيمن الصفدي امبارح بالتعليق على اغتيال إسماعيل هنيه بطهران وبمندرجاته. المصريين عم ينقلوا رسائل غير معلنه كلفهم فيها الامريكاني للايرانيين للتهدئه. السعودي عم بحاول يحط حاله بمنطقه ينأى بنفسه عن تداعيات ما جرى، وانه هو لم يستخدم كمنصه بالعملية اللي صارت بشكل أو بآخر، لكن الأهم بالهدف الإيراني هو استخلاص العبر من اللي صار ليلة 13-14 نيسان 2024، وتحذير كل من يمكن أن يساعد أمريكا وإسرائيل، وإن كان الإيراني عم يحصل رده على الإسرائيلي. بس بدك تسمح لي هون بموضوع التحذير، تحذير هذه الدول، نقطتين. أول شيء، عندما قام الإيراني بالرد على ضربة السفارة الإيرانية في دمشق تواصل مع الجميع في هذا الرد، يعني حذر الجميع أن الرد آت وأغلق المجال الجوي في أكثر من دولة. مرة الأمر مختلف. هون بدي فوت على موضوع. النقطة الثانية، الأردن أعاد بالساعات الماضية التحذير من أي استخدام لأراضيه لأي أهداف. هذا بأكد إيجابية موقف أيمن الصفدي، وأنه ما كان متاحا بليل 13-14 بموضوع دفاع الإيرانيين عن نفسهم بموضوع القنصلية، حجم المتغير الذي جرى من نيسان لهلأ قد يكون خلق مجموعة من الوقائع الحاكمة الجديدة. أولا أن الرد الإيراني له علاقة بشخصية إسلامية عربية كل دول المنطقة
تألمت الاغتيالة. لذلك اللي بده يوقف ويبين عم بيساعد الإسرائيلية ضد الانتقام لإسماعيل هنية بده يكون مشخص سلفا التبعات الشعبية والأخلاقية، ويمكن أبعد من ذلك قبل ما يقرر أن يضع نفسه في هذا الموقف المحرج. واحد. اثنين أستاذ جورج، وهون مهم جدا أن نلحظ أنه الإيرانيين بالعنوانين اللي أخذتهم أنت تبع الدكتور محمد ميراندي ونائب وزير الخارجية قد أطلقوا العنان لرد عمليا الجزء المعنوي الاستنزافي الإعلامي النفسي قد يكون بدأ عمليا، وبالتالي الإيرانيين اختصاصيين بفن الاستنزاف المسلط الآن على كيان العدو. يعني تقول دكتور أنه الضربة أو الرد الإيراني مش بالضرورة يكون بالسرعة يلي عم يتم الحديث عنها، يعني في حديث عن 48 ساعة، حديث عن ساعات مفصلية، أيام معدودة. تقول أنه الإيراني رح يتفنن على ويرد بالهدوء المعتاد للإيراني. بين حدين المسألة أستاذ جورج. الحد الأول هو إعطاء مساحة لهذا الاستنزاف اللي بلش يكلف العدو من الآن أثمان كبيرة جدا. منعطي إذا بدك عشرات الأمثلة عليها، وضع مطاراته، رحلاته المدنية، البهدلة اللي عم يتعرضوا لمواطنينه بمطارات أوروبا، أخذ سكة القطارات وتسخير الآن كوسائل للجوء، الحرب السبرانية المسلطة، وغيرها من وقائع كثيرة تقول أن كيان العدو بدأ باكرا يدفع ثمن جريمته ولم تحدث الطلقة الأولى بعد. هذا أول أمر. أما الحد الثاني هو أنه أي تأخير كبير بحدوث الضربة بخفف من قوة الدفع ومن الحواكم وبعزز الاستعداد لدى الطرف الآخر، وبالتالي المصداقية أن تكون الضربة ليس بعيدة جدا وليس قريبة جدا بوقت وزمان يحدده الإيرانيون. هون بعدنا عم نحكي عن إيران وإسماعيل هنية. رح فوت، رح فوت، مش عم نحكي رح فوت باغتيال فؤاد شكر والحرد على الحديدة كل هذه. صح. رح فوت. ولكن أستاذ جورج هون في جزئية مهمة نحن وعم نتناقش، أنه هل يكون رد المحور مجتمعا كون الضربات أتت متزامنة وأحيانا بتوقيت اختاروا الإسرائيلي بنفسه، لما قتل إسماعيل هنية بالليل وقتل فؤاد شكر العصر بنفس اليوم، هيدا توقيت إسرائيلي. هل التشاور الحاصل الآن في طهران على مدى اليومين الماضيين وعلى أعلى المستويات بين قوى المحور اللي أصلا كانت موجودة بطهران للمشاركة بتنصيب الرئيس بيزشكيان، في رؤيتين الآن على الطاولة في هذا التشاور، عم نحكي بالتحليل، يا رد مشترك يا رد منفصل، كل طرف بحافظ على خصوصيته وعلى أسبابه وعلى منهجيته بالعمل. برأي حضرتك أيها الأرجحية هون؟ أنا برأيي في إغراءات من خلال كل من النظرتين، في إغراءات بموضوع الرد المشترك لأنه تداخل الإمكانات مع بعضها وخصوصية كل ساحة بتوفير نافذة مختلفة عن الساحة الأخرى. مثلا خصوصية ساحة لبنان والخطر الأشد فيها هي كون جبهة لصيقة بفلسطين المحتلة، وبالتالي أي استعدادات لما يسمى حوائط الصد الإسرائيلي، القبة الحديدية، مقلاع داود، أرو 1 و2 وغير ذلك، ما إلو نفس المفاعيل حينما تأتي الضرب من اليمن أو من إيران. اثنين أستاذ جورج، أن المناورة من الجبهة اللبنانية قد
تشغل وتستنفذ وسائل الصد بقوة كبيرة بما يفتح الطريق أمام القادم من بعيد. دكتور بس الإسرائيلي ما بيعرف هذا الأمر. أكيد. يعني الإسرائيلي مستعد. أكيد. عندما يقوم بنيامين نتنياهو بهذه العمليات. يعني هو على دراية مطلقة بأنه لن يصمت من استهدفه بالمباشر سواء حزب الله أو سواء الطرف مين قال أنه نتنياهو مش مراهن ضمن اللي عم تتفضل فيه أنت أنه بده القصة تتصاعد بالمواجهة لمجموعة مركبة من الأسباب. هلأ أخذنا عنوان تاني مضطرين نحكي عنه. نتنياهو حينما نفذ هاتين الضربتين بإدراك منه وبرأيي أنا ورط المؤسسة العسكرية التي نفذت بتبعات هذين الهجومين، لأن هذين الهجومين لن يحققا الغاية المطلوبة لإسرائيل كدولة، لكنهما قد يحققا الغاية المطلوبة لصاحب القرار اللي هو نتنياهو. نتنياهو أمام إقفال الأمل بتحقيق إنجاز على الساحة الغزاوية وعدم رغبته بالذهاب إلى حل تفاوضي، هو كتير مضغوط فيه وهوامش مناورته عم بتضيق والخلاف الداخلي بإسرائيل حوله عم يكبر، ولك أن تذهب للي صار يوم الأربعاء بالاجتماع والصراخ الذي وصل إلى الخارج مع رئيس الموساد مع رئيس الشباك مع رئيس هيئة، والحديث عن رغبته بإقالة جالنت وإقالة حليبي. هو كان يجهز لإقالة جالنت لكن التطورات الأمنية أخرت هذا القرار، وهو مقرر يجيب جدعون ساعر مكانه وحاسم هذا الأمر. السبب الرابع هو سبب أمريكاني، وإكسيوس مبارح موقع إكسيوس كشف الاتصال بين بايدن ونتنياهو أنه صوت بايدن ارتفع وأنه قال له أنا بدافع عن إسرائيل لكن لا أشارك بعمليات أنت عم تفرضها علينا. فإذا نتنياهو بخطته الآن قتل المفاوض الفلسطيني على الطاولة، اغتاله المفاوض اللي هو عم بيفاوضه بشكل غير مباشر، ضرب أي قدرة لوجود صفقة الآن، لدرجة أنه يوم الخميس دبلوماسي إسرائيلي سابق اسمه بنحاس بصحيفة هارتس بيكتب مقال بيتساءل فيه أنه لماذا نتنياهو قرر قتل إسماعيل هنية وكأنه قرر قتل مفاوضه على الطاولة وقطع الطريق على الصفقة. لماذا برأيك؟ لأنه نتنياهو لا يريد هذه الصفقة، واستراتيجية نتنياهو ما قبل خطابه أمام الكونغرس ب26 وزيارته لأمريكا ليس كما بعدها. نتنياهو نقل بزيارته على أمريكا من مرحلة إلى مرحلة، وأولى تجسيدات هذا الانتقال عمليا هي الاغتيالين الذين حصلا ب30 تموز. بس اسمح لي، نتنياهو لا يريد هذه الصفقة، لماذا يريد الذهاب؟ يعني فيه بكل عم بحط شروطه وترحل على الاجتماع روما الرباعي، زيد شرط كل يوم بيزيد شرط، يعني فيه يبقى بالدبلوماسية لا يريد هذه الصفقة. لحظة، لكن الفرق هون استاذ جورج انه الاشهر الاربعة او الخمسة الاخيرة ما قبل الانتخابات بامريكا ومفاجأة نتنياهو قبل ما يوصل على أمريكا بيومين بخروج بايدن من السباق ومجيء كاميلا هاريس التي لديها موقف مختلف بالموضوع الفلسطيني، رغم أنه الدولة العميقة بأمريكا ما بتترك إسرائيل وحيدة، نتنياهو اختلفت الظروف ويريد ببساطة، امسك خطابه بالكونغرس واسمعه، نتنياهو الآن صراعه بقلب أمريكا ومع الحزب الديمقراطي ومع إدارة بايدن يريد أن يزيح زيلينسكي كأولوية مطلقة بحسابات الأمريكيين، والصراع مع روسيا 60 مليار دولار، طيارات F-16، صواريخ الأتاكامز، والآن ضرورة استمرار المعركة في أوكرانيا كأولوية لا تسبقها أولوية. نتنياهو راعى واشنطن بده يقلب المعيار، أعلن بخطابه بوضوح
الأجندة بالنسبة له هي إيران، وبالتالي المطلوب من أمريكا أن تنضبط تحت العنوان اللي هو بده إياه كأولوية، وأعطى الأسباب الموجبة كلها. نحن وياكن عم نقاتل سوا نفس العدو، نحن الديمقراطية الوحيدة، هذه الدولة التي تدعو إلى إلغاء إسرائيل، عدد للشروط. بس ما صار في تفاعل خلينا من الإدارة الأمريكية. خلينا أنا وياك ممكن رح أحكي لك أنا معلومات بهذا الإطار. لما نتنياهو يريد لهذه الأجندة أن تحكم قرار أمريكا، إجا مباشرة من الزيارة وعمل الأكسين الخطين اللي ببلشوا يكرسوا محاولة جذب أمريكا عنوة إلى أن يكون موضوع إيران هو الأول على حساب أوكرانيا. قتلت هنية وقتلت فؤاد شكر هما عمليا التجسيد الفعلي العمليات لجذب أمريكا. دليلي على هذا الأمر استجوري، لينسي كراهام عضو مجلس الشيوخ اللي هو عضو لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، بيقدم مشروعين أمام الكونغرس ب 31/7/2024، والكونغرس يذهب بعد أيام إلى عطلته الصيفية طوال شهر آب إلى شهر أيلول قبل إقفال الكونغرس بساعات. واحد قدم مشروعين، واحد رقمه 106 واحد رقمه 784. شو بقول فيهن؟ أول واحد بيدعي الإدارة لاستخدام القوة ضد المشروع النووي الإيراني والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهون عنده عقبة باللي قدمه لينسي جراهام، إنه رئيس لجنة العراقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيد كاردان يعارض هذا الموضوع ولن يمرره بسهولة. وبالمناسبة الكونغرس لن يناقش الأمر إلا بعد عودته من عطلته. أما الثاني واللي أخطر بالنسبة لإلنا بلبنان، وهو إنه اعتبار إن أي ضربة يقوم بها حزب الله كرد على موضوع القائد فؤاد شكر وكأن إيران هي التي قامت بها، وأن ذلك يستوجب الرد على إيران وليس على حزب الله. طب أنا هنا بدي أسأل حضرتك سؤال، أنا عم بعطيك أدلة على الانخراط. طبعا طبعا، بس أنا في سؤال عم بيطرحه أكثر من طرف اليوم عن الموضوع الإيراني بالتحديد. هل إيران تعرض نفسها أو باستراتيجية الإيرانية بتعرض إيران نفسها لخطر اندلاع نزاع قد يطال أراضيها دكتور؟ يعني يقال، البعض يقول أنه إيران لديها الأذرع، الأذرع هي التي تتولى القيام بما تريد القيام به في الرد على أي عمليات تصار بالمنطقة. إيران رد بيكون مدروس ومنسق بما لا يضر مصلحتها العليا. هيدا استجورج طبعا منطق غربي ومنطق قد يعني يطرحه، وجبت أنقل هذا أكيد، أكيد يطرحه الذين لا يحبون إيران. لكن بالعودة لكلام السيد علي الخامنئي اللي هو رأس الهرم بالقرار والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لك أن تأخذ معاني ودلائل. أعطيك ثلاث أدلة أنا. الدليل الأول أنه قال لقد قتلتم ضيفنا وواجب علينا أن ندفعكم ثمن ذلك، فإذا الرد يجب أن يكون إيراني، لأن الاغتيال كان بقلب اعتزاز الإيرانيين بنفسهم. جيد، بس شكل الرد بيفرق. اثنين بس رعطيك دليل تاني أنا بالرمزيات. راية الإمام الحسين في قم جرى تنكيسة، وهذا معنى كبير جدا لا يحتمل التأويل. ثلاثة، رفع صورة إسماعيل هنية في ميدان فلسطين بطهران والكتاب فوق بالعبري الانتقام آت. وبالتالي ما عاد في نقاش استاذ جورج أن الإيرانيين مباشرة
هم المعنيون بالرد. طبعا بس الشكل، يعني الشكل لا يعرض، لا يعرض إيران لاستنزاف مرحلة مقبلة جديدة، صراع جديد يطال الأراضي الإيرانية. ولاحظ شو عم بدنا يحكوا الأمريكان، إنه المشروع النووي الإيراني، يعني الإيرانيين يدركون جيدا وهم يذهبون إلى الرد المحاذير المترتبة، وهم دولة عاقلة. وهيدا اللي بدي أقوله، ما كان لها أن تبقى من 79 لهلأ لولا أنها دولة عقل وحسابات ونفس. يدركون المحاذير اللي موجودة، هم يدركون المحاذير. ماذا عن الجبهات الأخرى؟ بيمشوا بين المحاذير وبيعرضوا الجبهات الأخرى؟ أبداً أبداً أبداً. يعني أولاً إسا جوري، خلينا نقول المهدد بالحرب الأساسية لبنان، المهدد بمزيد من التصعيد العراق وسوريا واليمن. انتبه. أما إيران مش مهددة بأي حرب على أراضيها، بالعكس. هيدا الدليل اللي اعطيتك إياه تبع لينتس جراهام. بس حضرتك عم تحكينا عن رد مدروء، يعني الرد بيكون وفق المحاذير اللي موجودة. رح فصل لك، أنا رح أشرح أكتر. ما في شك إسا جورج أنه الإيرانيين، اعطيتك أكاد أعدد لك عشرات الأسباب أنه اغتيال إسماعيل هنية لم يترك مجال لتبني النظرية التي تقول أن إيران سترد عبر حلفائها. هيدا أمر انتهى، سترد، بس المحاذير رح تحدى بعين الاعتبار. أما كيف يكون الرد الإيراني؟ الرد الإيراني مطلوب منه ثلاث شغلات. أول شيء إعادة الاعتبار للهيبة. اثنين، إفهام من قتل هنية في قلب طهران أن قتل الضيف في عقر الدار لن يمر دون تدفيع ثمن كبير. ثلاثة، الرد هو على الفاعل اللي هو إسرائيل، وبالتالي الكرة في ملعب الطرف الآخر وليس في ملعب إيران. وبالتالي لن يكون الرد الإيراني فولكلوري، ولن يكون رد دون نتائج محسوسة. وهون أنا بدعي الناس لترجع تسمع كلام السيد نصر الله بدقة، واللي في جملتين مفتاحيتين: بغضب ولكن بحزم، بغضب ولكن بحكمة. بناء على هذين الاعتبارين كمان قوى المحور كلها رد إذا أتى موحد أو إذا أتى متفرق تريد أن تعيد التوازن لقواعد الاشتباك وقواعد الردع، لأن الاغتيالين أطاحا بهما. وهون برأيي أنا الخلل الكبير اللي صار، والأمريكيون يجب أن يكونوا عقلاء. أنا بدي أحكي لك هون جزئية من واشنطن من قبل صحافي كبير، رح نشوف مقاله، صحافي أمريكي معروف جدا، رح نشوف مقاله عما يجري خلال الأيام القادمة. وما بدي سبق أنا وسميه احتراما، عم بيقول في جنون بإسرائيل. هيدا بيأكد رغبة الإسرائيليين بجر أمريكا. ليس هناك حدود لما يمكن أن يذهبوا إليه في هذا السياق. وهون المفردة الثانية بيقول بكل إدارة بايدن لم يبقى عاقلا إلا ويليام بيرنز رئيس CIA، وأن قتل إسماعيل هنية هو لضرب الطاولة التي يعمل ويليام بيرنز عليها منذ أشهر، وهي الصفقة. ومبارح إكسيوس شو قال بالاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو، حتى ما العالم تفكر أنه نحن رايحين على سيناريو تهويل حتمي بالحرب. بالعكس، نحن عم نحكي عن رد يعيد التوازن ويجنبنا الحرب. حتى لبنانيا هذا الكلام أستاذ جورج، رد هدف ردع الحرب وليس الذهاب إلى الحرب. هيدا بالجزء اللبناني. ممكن هذا الأمر؟ طبعا ممكن. يعني إذا صار هذا الرد، إسرائيل لن تستتبع برد آخر، أم إن مثل ما عملت ب 13-14 نيسان استوعبت طبعا وراحت على ضربة غامضة مش معروف نتائجها، وكانت نوع من تنفيس إلى ما وجه إسرائيل أكثر منه رد إسرائيلي. لكن المرة الخرق أكبر بكتير بتداعياته أستاذ جورج، وكسر معالم القدرة على
استمرار لغة العقل الآن أمام تحدي كبير. لما بيطلع واحد مثل توماس فريدمان مبارح بيقول الرئيس بايدن قد يكون أمام أخطر قرار بحياته السياسية كلها، هيدا له علاقة بإمكانية أن ينجذب الأمريكي إلى ساحة منطقتنا ليغرق في وحول مش معلوم لوين بتنتهي. بدي احكي رح نروح على فاصل، بدي احكي بعد الفاصل كمان عن موضوع حاملة الطائرات اللي وصلت، عن موضوع الأساطيل اللي عم يتم الحديث عنها، عن امبارح البنتاغون وزير الدفاع يلي أوعز بإرسال مزيد من حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط بعد هذا الفاصل الأول. حوار اليوم مستمر مع دكتور وسيم بزي. دكتور كنا عم نحكي عن، بس في ملاحظة استتباعية للنقاش. الأمريكان لهني حتى إشعار آخر، المعنى الأول إما بالسقوط بفخ نتنياهو أو بالتقاط لغة الحكم والعقل اللي حكى عنا سماحة السيد واللي بيتمتعوا فيها الإيرانيين، هم الذين سيحددون وجهة الأحداث ما بعد الرد. بعد قدرين الأمريكان يحددوا وجهة الأحداث؟ يعني نتحدث دوما عن أنه نتنياهو يستجر الأمريكان باتجاهات متعددة، بعدهم اليوم الأمريكان قادرين يحددوا ويضبطوا إيقاع اللعبة؟ هذا السؤال أهميته اللي عم تطرحه حضرتك، أنه نتنياهو يلعب على لحظة ضعف تعيش أمريكا، على لحظة فوضى سياسية تعيش أمريكا، ولحظة انتخابات، وانتخابات ثلاثة، وهو دائما بتاريخه من لما بلش السياسي بمنتصف الثمانينات أخذ نصيحة من بيو اللي كان دكتور بالجامعة بكولومبيا وبإسرائيل، أنه تعلم أصول السياسة الأمريكية، وهو بكل مساره من لما عمل نائب وزير خارجية حتى الآن الأساس بحساباته أنه يفهم أسرار وتوازنات اللعب السياسي داخل أمريكا. كنا بنحبه وكنا بنعترض عليه، هذا موضوع تاني، لكن يجب أن تقرأ في شخصية هذا الرجل أين هي نقاط القوة وأين هي نقاط الضعف. هو الآن عم بيخوض معركة بقاء شخصي، فلسطينيا استنفذ فرصه فيها ولم يعد قادرا على الإنجاز ولم يحقق أهدافه، الآن يريد أن ينقل المواجهة إيرانيا، ما بيقدر ينقل المواجهة إيرانيا إلا ليجيب الأمريكان لحده، وهيدي فرصته التاريخية ليعيد وضع مسار حياته السياسية على سكة بقاء حقيقية. طيب بس هم تسمح لي، يعني هل هو قادر على القيام بهذا الأمر بلحظة إقليمية دولية كنا عم نشوف قبل يلي صار بالساعات الماضية، يعني تقارب على أكثر من مستوى، إيران وضع أفضل بعلاقاتها مع سواء محيط الخليجي أو مع عدد من الدول الأوروبية، هل قادر اليوم نتنياهو أن يعيد عقارب الساعة إلى مرحلة؟ أحسنت. يعني هيدا اللي أنا قلت لك، الظرف الإقليمي والدولي مختلف كليا عن ما كان عليه، والمصالح مختلفة بين أمريكا وإيران. أحسنت، ولذلك قلت لك حتى ظروف 13-14 نيسان تغيرت بهول 4-5 شهور، وبالتالي ليس مضمونا أن الأمريكي سينجر بالمعنى المبسط والساذج للكلمة. نحن مقتنعين كلنا أن إسرائيل هي خط أحمر أمريكاني، وأن أمريكا لن تترك إسرائيل تخسر بهذه السهولة. بس في قناعة أن أمريكا أيضا تريد اتفاقا مع إيران. أكيد. في هذه المرحلة. أكيد. يعني اليوم الأمور مختلفة وإدارة جو بايدن أمام فكين. فأحسنت، وفي أمر مهم تاني هون استجور، أنه لما نتنياهو عم بيحدد قواعد المواجهة للأمريكان وبده يعيد الملف النووي ليكون هو صدارة الواجهة، وبده يرجع أوكرانيا للدرجة الثانية، يعني عم بيخلي أمريكا تحط كل مصالح المساكنة في المنطقة
أمام مهب الريح وأن نذهب إلى معركة على قاعدة شمشون. صحيح أن أمريكا هي القوة الأولى بالعالم، وصحيح أن لديها أكبر قوة جوية بالعالم وأكبر قوة نارية بالعالم، ولا زال لديها الدولار بتطبعه بس بدها ويتسيد، ولكن بعد في وحدة، ولديها الانترنت الذي يحكم مسار هذا العالم، جيد، وقدرة تكنولوجية هائلة تقتلنا بها الآن. هي حقائق، يعني هو واحد عم بيواجه أمريكا وعم يتصدى لها مع إسرائيل يأخذ هذه الحقائق. ولكن بدك تقول شيء؟ اللي بدي أقوله أنه الصحيح أيضا أنه الأمريكان ما بيروحوا على خيارات شمشونية، عندهم بالمنطقة مصالح كبرى ستكون معرضة بقوة إذا ذهبنا إلى مواجهة مفتوحة. بعطيك مثل صغير، لبنان، ما بدي أروح على سوريا ولا على العراق، خلينا بلبنان. لبنان هذا أستاذ جورج رغم كل المواجهات اللي مر فيها، اغتيال الرئيس الحريري والمحكمة الدولية وأحداث سوريا، بقي بلد تعايش ومساكن بغض النظر إيجابي أم سلبي بين محور المقاومة وبين الأمريكيين، بشكل أدق بين حزب الله وبين الأمريكيين. بعدهم الأمريكان موجودين برياء، وموجودين بالجولدن بيتش، وموجودين بحالات، وموجودين بقاعدة مغاوير البحر، وموجودين بأكبر قلعة دبلوماسية تبنى في العالم لإسم السفارة الأمريكية ببيروت. هودي مش محميين بقوة أمريكا، محميين بالتعايش وبالمساكنة، وهذه حقائق تأخذها الولايات المتحدة بعين الاعتبار. هيدي مصالح مش بس لأمريكا، للغرب. أكثر دولة غربية إلى مصالح اقتصادية بلبنان الآن هي فرنسا. مرفق بيروت، مرفق طرابلس، CMA CGM، اليونيفيل بالجنوب. يعني أمريكا أو فرنسا أو سواء تتعايش مع حزب الله، وحزب الله يتعايش معه. أنا يعني قصدي جو أعطينا نعطيك ونعطي بعض. أنا هيدا كلامي منه تهديد، لا أنا ما عم بحكي عن موضوع تهديد أبدا. أنا كلامي عم أقول هل نذهب إلى استمرار المساكنة أو إلى كسر كل القواعد وفتح الأفق؟ وبرأي حضرتك أنه أمريكا ذاهبة إلى استمرار المساكنة لأنه في عندها هذه المصالح اللي موجودة بالشرق الأوسط؟ لن تسقط أمريكا بالسهولة اللي عم نتصورها بفخ نتنياهو. لماذا أرسل كل هذا العتاد العسكري، كل هذه الحاملات، هذه البوارج؟ ليش في إرسال سريع إلى الشرق الأوسط وأوامر مستمرة بهذا الموضوع؟ تسمح لي بس مثل تجسيدي. معركتهم مع اليمن، روزفلت وأيزنهاور، أكبر حاملتين طائرات وأكثرهما تطورا، عشرات المدمرات، داونتي وغيرها وغيرها وغيرها، داونتي إنجليزية حتى نحن هون نكون. فهيدا كله على مدى أشهر لم ينجح بكسر إرادة الحوثيين، لدرجة أنه موقع ناشونال أنترست طلع بمقال طويل عن حرب اليمن. انكفأت أيزنهاور، انكفأت روزفلت، سقط تحالف حارس الازدهار. هلأ مقابل اليمن بالبحر الأحمر، ما قبل الاغتيالين كان في مدمرتين أمريكيتين بالعدد. وهيدا نموذج بفرجي أنه أمام الشكل الجديد من الحروب بين الفقراء والأغنياء، هذه الضخامة لإسمها حاملات الطائرات أمام صاروخ أو زورق مسير أو صاروخ فرد صوتي إذا بدك لي. هلأ اليمنيين شايفين حالهم فيه، بس هذا بيعني حرب، هيدا بيعني هيدا توسع رقعة المواجهات دكتور. لا قصدي أقول التالي، أنا أنه عم تقول أنه الصور يعني تهدد هذه النقلات. عدم التماثل مع منظمات وقوى بإمكانات رخيصة تملك أسلحة فعالة، وزن هذا الرعب والصدمة اللي سقطوا فيه العراق وسقطوا أفغانستان خل الزمن. طيب بس رغم كل شيء حرب أوكرانيا واضح، بس رغم كل شيء دكتور أنه في تحرك،
أكيد. يعني هذا التحرك يلوح إلى ماذا؟ حماية المصالح الإسرائيلية فقط؟ لا. أم ماذا؟ أولا التحرك عم يتضخم شوي. واحد هو هو وزارة الدفاع رح جاوبك أنا. الأمريكان ما بيقدروا بهاللحظة يعملوا نفس الحشد اللي عملوه ليلة 13-14، لأنه ذاك الحشد كانت إيران أعلنت سلفا أنه بدها ترد، وذهبت إلى حدود أنه كان معروف أي ليلة بدها ترد، وأبلغت. والتسع ساعات ما قبل الرد كانوا طوال لدرجة أنه فتحوا أفق لإمكانية التصدي. انتبه في مسألة مهمة ما عم تلحظها العالم أستاذ جورج، أنه العبر المستخلصة من طريقة التصدي الأمريكي لأسلحة إيران ليلة 13-14 ستغير بقواعد الضرب الإيرانية القادمة. كيف؟ لأنه صار في تطور بالاحتكاك اللي صار بكيف يتم الاعتراض وما هي هوامش المناورة، الخطوط الجوية التي أتت عليها القدرات، والأهم في الرد المشترك الآن. دكتور بس الرد حسم تيكون على شكل صواريخ؟ لا أحسنت، هيدا الأمر يعني لازال كمان هيدا السؤال. يعني أوكي منشوف مستشار ميراندي بحط صورة صواريخ، بنشوف الكلام كثير عن الصواريخ، بس واقع الأمور أستاذ جورج في منطق عقلي هم بيقول أنه بعد إيران هذه المسافة عن كيان العدو يجعل هكذا نوع من الأسلحة بعيدة المدى كمسيرات ممكن إسقاطها. لا هي الوسيلة الوحيدة بس ممكن إسقاطها. هلأ ما نحن ما عم ننكر، لكن يعني أم إلك تطورت قواعد العمل المهني والتقني لإيصالها بدقة وبإرادة مختلفة. جيد. خاصة بس دكتور إذا أسقطت ما بيكون تحقق الهدف. أنا بدي أقول لك ملاحظة هم بهالسياق، لبنان وحزب الله بالذات من موقعه الجغرافي ومن خلال قدراته وقوته وكونه الغباء الإسرائيلي زعلوا مباشرة معني بالرد على اغتيال القائد فؤاد شكر، هو الخاسر الرخوي الأكثر ألما التي يخاف منها الأمريكيون والعدو في إطار الرد المشترك أو بإطار رد كل جهة. ما تخاف حزب على الله أو الحوثيين؟ لا حتى الحوثيين يعني بعد مسيرة تل أبيب أثبت الحوثيين أنه في وجهتين نظر، بس في وجهة تقول أنه اليوم الحوثيين أظهروا أنهم أكثر دقة من حزب الله ويفعلون أكثر من حزب الله لأنه ما عندهم اعتبارات على قد اعتبارات حزب الله. هلأ بموضوع الاعتبارات هذا الحكي صحيح أنه هني بالعكس، أنا برأيي في اعتبارات كثيرة عند الحوثيين بتصعب عليهم، لكنهم بس ما عندهم شيء يخسروه. شعب عندهم بأس بس يعني ما في شيء يخسروه على كل حال. لا يعني انا بعرف ما عجبتك هيدا. لا مش قصة ما عجبتني، بس بدي أنا منك لا أنا واقعيا في عدلك 10 أسباب بفرجيك انه الحوثيين يقاتلوا بمسؤولية وليس بانتحار. انا مش مختلف على هذه النقطة. عندهم اشياء كثيرة يخسروها، عندهم اعداء حد بلدهم، بس في من يقول انه من سيحسم هذه الحرب هم الحوثيون. بتمنى بس لقلك وين ميزتهم التفاضلية عن حزب الله. بالعكس أنا عندي جرأة أخوض إيجابا باللي عم بتقوله. المكان البحري، المنصة البحرية التي يقوم عليها اليمن بالجغرافيا السياسية هي اللي معطيتهم هذه الإطلالة على البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب والمحيط الهندي، قرب من الخليج، الإمكانات المتاحة لديهم، الخبرة التي راكموها، والإرادة والقرار والتفويض الشعبي، ووجود قائد استثنائي عم بيقودهم. جميل جدا. أما نحن هون هي. أكيد في عنا تعقيدات بظروفنا أكبر. أصلا جبهة الإسناد اللي نحن فتحناها كانت محكومة من البداية بلحظ مجموعة من الظروف خلت الثمن اللي عم ندفعه على صعيد أولها الداخل اللبناني وما يجري في الداخل اللبناني. أمر لحزب الله إيجابا أن يحسب عليه أنه عم ياخده بعنده. جيد. كنا عم نحكي عن الرد بموضوع الصواريخ. في الموضوع الثاني الذي يتعلق بال
بعثات الدبلوماسية الإسرائيلية. امبارح كنا سمعنا عن استهداف لقريب من السفارة الإسرائيلية بالهند، سمعنا اليونان أيضا يلي رفعت درجة يعني درجة التأهب القصوى. هل ممكن أن يأتي الرد خارج الأراضي الإسرائيلية على مصالح إسرائيلية، أم أنه الأمر محسوم بالتعرض للداخل الإسرائيلي؟ هيدا اللي عم تتفضل فيه بيكون رد غامض له طبيعة أمنية، بيجي بثمن دون أن يتبنى. طبيعة الاغتيال اللي صارت بقلب طهران وكلام الإمام السيد علي الخامنئي لم يبقي أي تأويل لطبيعة الرد الذي يجب أن تكون بصمته وسيادته لهذا الرد إيراني بالكامل ومفاعيله ونتائجه إيرانية يعني بالكامل. مباشر بالداخل الإسرائيلي أكيد، لا مش بمصالح بأي دولة أخرى، غير قابل للنقاش برأيي أنا إيرانيا. وكل المسار اللي نحن بصدده من لحظة الاغتيال لهلأ يؤكد هذا الأمر. فصل تاني بعد الفصل في قضية اغتيال أيضا فؤاد شكر، موضوع حزب الله وكيف سيتعاطى مع الاغتيال. فصل ونعود لمتابعة هذه الحلقة من حوار اليوم. دكتور بزي، سبق الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية كلام كثير، ساعة تطمينات أنه لا إسرائيل لن تضرب بيروت وتم تحييد بيروت وضاحية بيروت، ساعة لا ما تم تحييد ضاحية بيروت، كان في كثير من الكلام. شو حقيقة الموقف؟ يعني هل فعلا بلغ المعنيين أنه في تحييد ولم يتم هذا التحييد، أم أنه كان فقط عبارة عن كلام يريد يعني أصدر البعض منهم وزير الخارجية على سبيل المثال لتطمينة وتهدئة النفوس؟ يعني على الأقل أستاذ جورج، نحن عارف أنه اللي عم يتواصل مع الأمريكاني مجموعة مواقع بالبلد يعني وبتنقل، وانت عارف أنه هذا النقل مثل ما أنا وياك عم نحكي مع بعضنا، حدا بيسمع شيء بينقله، وبالتالي ليس هناك أمور خطية مكتوبة، وأحيانا الكلام بيكون كولسي شخصية أكثر منه كلام رسمي موثق. لكن خليني أقول لك ليش أنا الإطمئنان كان، لأنه بعشر أشهر من قواعد الاشتباك منذ 8 تشرين الأول، عم بحكي لبنانيا، إلى ما قبل الاغتيال بحار تحريك، شئنا أم أبينا كان العدو والمقاومة محكومين بضوابط بالأداء العسكري الميداني، حتى لما كان العدو يطلع يضرب بالهرمل. بس استهدف ضاحية بيروت هتاني مرة بيستهدف، بس بموضوع يعني صالح العروري الاغتيال يلي صار بأول العام واللي صنف في حينه أو بالأدبيات الإسرائيلية العلنية أو بأدبيات الدبلوماسيين الأجانب أنه هذا صحيح صار بالضاحية، لكن هذا استثناء له علاقة بشخصية فلسطينية وبالتالي هو لا يكسر القواعد. وإذا بتضبط أنت من كانون تاني تاريخ استهداف العروري إلى الآن في 8 أشهر من الانضباط، فإذا خروج العدو عن قواعد الاشتباك غير المكرسة رسميا، لكن المعلومة أول شيء بالممارسة العسكرية على الأرض، واحد، اثنين من خلال الدور الحيوي اللي عم بتأدي قوة الطوارئ الدولية بنقل الرسائل بين حزب الله وإسرائيل، وهذا خط حيوي جدا ومؤثر، ثلاثة الدبلوماسيين الأجانب الموجودين ببيروت، أربعة مديرة مكتب ممثلة الأمين العام ببيروت، خمسة الشخصيات الدبلوماسية مثل أموس وغيره اللي بيجوا لهون. بهيدي المحصلة أي متابع يعتبر أنه لا يمكن لإسرائيل أن تضرب قلب الضاحية بناء على هالاعتبارات اللي عم قلك يعني بس يعني هيدا بالتحليل، بس لما نسمع مسؤولين مش تحليل، هي قراءة يعني. قراءة بس لما نسمع مسؤولين لبنانيين يتبنون قراءة وينقلون عن
يعني شيء سمعه، اخر شيء بيتبين انه منه مزبوط. انت هون علما انه كمان النائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب لم ينقل هذه الاجواء ونفى انه باي شكل من الاشكال كنت قد تبلغ هذا الموضوع من هوكسين او اي احد. لما بينفي الاستاذ الياس بوصعب وهو صديق شخصي لهوكسين، فينا الرجل نقول انه بما اننا نحن بنصدق وبنحترم نفيه فينا نحيده. انا ما اعرفه شخصيا عن الإدارة الرسمية لملف التفاوض على مستوى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، عم بحكي أنا معلومات الخاصة لأنا بفترض أني قريبي إلى حد كبير جدا، أنه ولا لحظة المبعوث الأمريكي هاموس هوكشتاين تحدث عن ضمانات بعدم استهداف مواقع لحزب الله في الضاحية. قد يكون تحييد مرافق الدولة أو مدينة بيروت بالمعنى العام قد يكون ورد بالنقاش، بس أنا بأكد تحديد مطار بيروت، لا أنا بأكد لك أنه هوكشتاين ولا لحظة قال أنه نحن قادرين نضمن شخص مثل نتنياهو، قال العكس أنه نحن ما بنعرف نتنياهو كيف بفكر ولسنا بوارد أن ننقل ضمانات عن عقله الخطر في هذا، سوى تحييد المرافق الحيوية مثل مطار بيروت الدولي من أي اعتبار. هلا أنا للأمانة هل جرى تحديد ضمانات بموضوع بعض المرافق؟ كمان هون أنا ما بعرف، بس أنا بدي أقول لك أنه غدر الأمريكي ليس بأنه لم ينقل ضمانات، بل لأنه هذا التجاوز للخطوط الحمراء ولقواعد الاشتباك أصاب الدور الذي يؤديه الأمريكي منذ 10 أشهر لإسمه ضبط إيقاع النيران على الجبهة اللبنانية، أصابه في مقتل، وأصاب الدور اللي عم بيؤديه الأمريكي بموضوع مفاوضات القاهرة والدوحة عبر اغتيال إسماعيل هنية في مقتل، وبالتالي ضربتي نتنياهو نالتا من صلب الدور الدبلوماسي الذي تؤديه الولايات المتحدة، وأظهرت كم أن هذه الإدارة ضعيفة ومكسورة، ولا أي درجة نتنياهو الآن عم يستثمر بالفراغ والفوضى القائمة بأمريكا ويسعى لقطر هذه الدولة العظمى لتكون بخدمة مصالح بقاء الشخصية على رأس الحياة السياسية بإسرائيل. دكتور، اغتيال فؤاد شكر، يعني هذه شخصية قيادية كبيرة ومهمة بحزب الله، بدك تسمح لي هون انتكاسة أو بدنا نقول أنه لا كل شيء تمام؟ يعني أوقات لابد من الاعتراف في مكان معين أنه هذه الأسامي اللي تم اغتيالها بالساعات الماضية هي أسامي مهمة وتعد طبعا. يعني الاغتيال هو انتكاسة، مش عم بحكي عن الاستمرارية، عم بحكي باللحظة هي انتكاسة، هي ضربة موجعة. أستاذ جورج، أكيد المنطق والعقل واحترام الذات يفترض بأن بمن يخوض حرب بهذا المستوى وبهذه الخطورة وبمظلة كاملة لإسرائيل من الأمريكيين والإنجليز أن يتوقع الأسوأ في هذه الحرب، خاصة أنه نحن بهذه 10 أشهر أدركنا القدرات التقنية الموظفة بخدمة هذا العدو الذي يكاد يكون الآن بهذه الجزئية من القدرات الأهم بالعالم. وهناك 8 أقمار صناعية بخدمة أمريكية العدو موضوع بس لنكمل بما تقوم به. وقواعد بالمنطقة على رأس أكروتير الإنجليزية شريكة مباشرة بعمليات الاغتيال، وداتا طويلة جمعها على مدى 18 سنة من أصغر تفصيل بالبلد كان عم بيراكمها، وبنك أهداف ومصرع عمليات، و أيضا كل هول ذكاء اصطناعي مسخر بخدمة هذه. شو بدك تقولي؟ شو بدك تقولي دكتور؟ بدي أقول أنه أن نتوقع اغتيالات كبيرة على ساحة المعركة مع هذا العدو هو أمر طبيعي، ولكن كمان أن نعترف بأنه العدو
ويستفيد من مجموعة عوامل إنه بلدنا مخروق، مش نحن مخروقين بالبلد، البلد عاري هيدا بدي اسالك اياه، ومكشوف. هيدا بدي اسالك اياه على مستويين. مستوى موضوع يلي عم بيتم الحديث فيه عن خرق واضح لضاحيه بيروت الجنوبيه، مكن الاسرائيلي من هذا الاغتيال، خرق ما بعرف باي اسلوب، اذا في عملاء، اذا في، خليني هون انا استاذ جورج بجرأه، وانا ما عندي خوف ولا لحظه انه نقارب هذا الامر، لانه عم يطلعوا بعض الجهابذه على فضائيات عربية، ومنهم مدير عام لإحدى الفضائيات امبارح، ويقولوا إن إسرائيل تعرف عن حزب الله أكثر مما يعرف عن نفسه، وكأنه يفتخر بأنه قدرات إسرائيل بالنيل من شقيقه اللبناني، سواء كان يخاصمه أو يعاديه، بس بالآخر هو شقيقه ولو على الهوية، يفتخر بهذا الإنجاز ليسوقه سعيدا ومحتفلا بهذا الشكل. هي واحد. ليش مش عم بحذر؟ يمكن انه ممكن يكون في بيئه معينه او افراد معينين، إن شاء الله مخبرين مثل ما موجودين إن شاء الله بكل تكون بكل النوايا البيئات. الحسنه بهالشكل انا بتمنى. ثلاثه استاذ جورج، نحن بنعرف، وانتبه انا لا ابرر، نحن بنعرف ان التطور اللي عشناه، القفز الهائله بموضوع وسائل حياتنا وشراكة التكنولوجيا معنا كتليفون، ودخول الانترنت إلى كل ثانية من حياتنا، سمحت لأسياد هذه الصناعات بالعالم وللمالكين المحتكرين للانترنت أن يدخلوا إلى كل تفصيل بحياتنا اليومية، خاصة بس لكمل لك هالفكرة، أنه حرب سوريا حينما خيضت من قبل المقاومة لم يكن التحدي التقني موجود، فرض عليها أن تستخلص العبر في ذاك الوقت. بس كمان دكتور، هنالك البعض يعتبر في تقصير. طب نحن مرحلة حرب، مرحلة الدنيا قايمة قاعدة فيها، ليه قادة المقاومة موجودين بمنازلهم بشكل طبيعي وبشكل عادي، أو ما بعرف بمكاتب أو إلى ما هنالك، بوقت نحن بحرب؟ أحسنت. يعني هيدا شو هيدا شو بتوصف هيدا حضرتك؟ أنا بوصفه. تاني شيء، موجودين بين الناس يعني بشكل طبيعي، أنا وفي اليوم معلومات تحدثت عن أنه حزب الله بدأ يعني يسأل يعني أو يستطلع الوضع ببعض الأماكن اللي يعني موجودين فيها قادة لإله، نواب لإله. أستاذ جورج، طبيعة جبهة الإسناد باللحظة اللي انفتحت فيها بثمانية تشرين، والمحددات التي أحكم حزب الله نفسه بها، جعلت الذي نعيش وكأنه حرب لكنها ليست حرب، وكأنها معركة ولكنها ليست معركة. أنا ابن بنت جبال، بطلع بنت جبال استاذ جورج، بلاقي بنت جبال حالة حرب، بيتي مش قادر أوصل عليه، على بعد كيلومتر ونص كيلومترين نزولا من بنت جبال، بتلاقي الحياة شبه طبيعية أو طبيعية. هذا النوع من المعركة التي أريد لها أن يحافظ فيها على حياة الناس واستقرار وعدم تدفيع أثمان وعدم الانزلاق إلى حرب كبرى، رتب أثمان موازية. انتبه هون جديا عم بحكيك باللي أنت سألت عنه، وبالتالي أنا ابن الضاحية. نعم الضاحية تعيش حياة طبيعية وفيها مظاهر بتفرجي لأي درجة الحيوية فائضة، وهذا شفناه بإحياءات ذكرى. أما بموضوع القادة، بس بموضوع القادة اللي موجودين بالشقق السكنية بشكل ما أنا هون، يعني اللي صار من كم يوم، ما بدنا ننسى أنه في 6-7 شهداء سقطوا، إضافة إلى لكن فؤاد شكر كمان هون استاذ جورج، و74 جريح وإلى ما هناك. في ملاحظة هون، أنه لم يتخذ تدبير حربي عام
أعلن فيه حزب الله على نفسه أنه قد نزل إلى تحت الأرض، لأن المواجهة كان إلى قواعدها وقواعد. بس القادة كانوا مستهدفين أكيد، يعني من أول يعني هذه معركة عسكرية من أول استهدف القادة قائم. ولكن قد يكون القادة اللي سقطوا بقلب الميدان بجوية أو بالحوش أو بخربة سلم أو بغيرها، كان مفهوم أنه هوذي جزء من المعركة، وأنه العدو طبيعي أنه يحاول يوصل لإلهم ويستهدفهم ليقول حققت إنجاز. لكن أن يضرب في قلب مدينة بيروت وقلب الضاحية وأن يقتل المدنيين، هذا خارج قواعد الاشتباك. بس هون تسمح لي، عندما صارت خبرية مجد الشمس هدد العدو بشكل واضح وكان الحديث بيروت، لا مش بيروت إلى ما هنالك. طب ما هيدا الحديث لحاله بخلي الأمور تاخد منحى آخر. أنا بفترض أستاذ جورج أنه ذاك التهديد حتم على قيادة المقاومة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات، وهي اتخذت على ضوء ذلك مجموعة من الإجراءات. لكن اختراق أمن الضاحية وأمن مدينة بيروت في بناية مليئة بالناس، باعتقادي أنا لم يكن ضمن الحسابات أن تصل الأمور إلى هذا المكان بكل أسف. هلأ بالمرحلة اللي جاي كمان أكيد في نقل بعد الغدر. إيه؟ هيدا اللي صار بعد الغدر فرض مجموعة من التدابير الاحترازية بشكل ملموس هذه المرة، وليس مبني لا على تقييم ولا على ضمانات من أحد، وبالتالي المستوى الحربي الاحتياطي أخذ بعدا استثنائيا على ضوء رد المقاومة، على ضوء إمكانية تطور المواجهة، وعلى ضوء غدر العدو. وبالتالي أصبحنا بمكان جديد مع أثمان دفعناها حتى اقتنعنا بوصولنا إلى هذا المكان بكل أسف. وسريعا رد المقاومة أيضا تحدث عنه السيد نصر الله كما ذكرنا ببداية الحلقة، حازم بحكمة بغضب. مثل ما قلت لك أستاذ جورج، هذا الرد دائما يراعي إرادة عدم الانزلاق إلى حرب كبرى أو مواجهة، لكن قبل هذه المراعاة الرد لاستعادة التوازن، جيد، لاستعادة المبادرة، ولمنع العدو من الاعتبار أنه قد فرض قواعد اشتباك جديدة بناء على. جيد، أنا وقت خلص، بس كمان سريعا لأنه مصر أن أطرح السؤال الذي يتعلق بموضوع اغتيال إسماعيل هنية وكل الكلام الذي يقال عن مشاركة دول معينة بجوار إيران بهذه العملية. يعني ساعة بنسمع أنه تمت بقنبلة كانت مزروعة بغرفة كتبت نيويورك تايمز، صح، وساعة بنسمع أنه بصاروخ كروز، وساعة بنسمع بمشاركة دول مختلفة ومتعددة. حقيقة الأمر أين هي؟ هل يمكن لأي من الدول المشاركة بهذه العملية لتصفية إسماعيل هنية؟ أولا أستاذ جورج، الأهداف من وراء ما قال نيويورك تايمز وحكي دانييل هاجاري الناطق باسم جيش العدو أنه نحن في تلك الليلة فقط قمنا بعملية إسرائيل. اغتيال فؤاد شكر، هلا بقول لك ليه ولم نطلق صواريخ أو نقوم بغارات، هو نزع الشرعية التي تستند إليها الجمهورية الإسلامية لإظهار مشروعية حقها بالرد. وهيدي خطوة لاحقة أم بها الإسرائيلي بنصح من الأمريكاني، بعد أن كان على الفيسبوك موقع رئاسة الحكومة قد احتفل بعملية اغتيال هنية بالساعات الأولى لعملية الاغتيال. وبالتالي هذا ترتيب يريد أن ينزع من إيران الذريعة المعلنة. تصور سعيد عريقات صحافي أمريكاني فلسطيني معروف بواشنطن، ناقشوا 5 أسئلة للناطق باسم الخارجية الأمريكية، فيك تشوفها أستاذ جورج. هل يحق لإيران كدولة صاحبة سيادة على أرضها بالرد على إسرائيل بموضوع اغتيال؟ لف وبرم الناطق باسم الخارجية ولم يعطي لإيران هذا الحق، لا بل لا يريد الاعتراف بها. لوصلك لآخر جواب بموضوع التنفيذ، في أكثر من رواية حول موضوع التنفيذ. رواية نيويورك تايمز أنه حطوها من 2 شهر وقعدوا ينطروا فجأة. لماذا إيران لم تصدر حتى هذه اللحظة؟ يعني
كلام دقيق عن التنفيذ، لا تعلم كيف تمت العملية. شوط بالوصول إلى نتائج في اعتقالات كثيرة صارت بال 48 ساعة الماضية، حتى طالت دوائر فيها ناس يعملون بالإطار الرسمي الأمني واللوجستي. وباعتقادي إيران حينما يتكامل لديها المعطى، لديها الجرأة أن تقدم الحقيقة لشعبها والعالم كله فيها. شكرا لك دكتور وسيم بزي على هذا الحضور والمشاركة بحوار اليوم. شكرا. يبقى أيضا شكرا للمشاهدين على المتابعة. نلتقي بحوار يوم جديد. إلى اللقاء.